للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من مدينة أم الفحم مراسل الغد أحمد البوديري. أحمد، إذن ينتفض الفلسطينيون ضد الفاشية، ضد العنصرية، ضد القومية. أدخلنا في طيات الحدث وأطلعنا يا أحمد على التفاصيل. بدأ من عدة أيام حقيقة هذا التطور عند الفلسطينيين في الداخل لكيفية العثور على رد مناسب، والرد المناسب من قبل الفلسطينيين في الداخل هو أن يكون هنالك سلسلة تصعيدية من ردود الأفعال التي سوف تبدأ بوقفات ومسيرات في كل المدن الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. على سبيل المثال الآن بينما نحن نتحدث هنالك 5 وقفات في مناطق متنوعة في الداخل الفلسطيني والتي تحمل نفس العنوان، وبالتالي ارتأوا أن لا يكون هنالك مسيرة واحدة من قبل الفلسطينيين في الداخل، وإنما يكون هنالك عدة وقفات. على سبيل المثال الآن هنالك مسيرة في الجديدة وفي حيفا وفي الجميجمة وفي مجد الكروم وفي كفر كنا وهنا في وادي عارة حيث نقف في منطقة أم الفحم، إضافة إلى مسيرة في باقة الغربية عند مسجد أبي بكر الصديق وأيضا في رأس عامر في منطقة الطيرة ومسيرة في جلجوليا وفي النقب. وبالتالي فأن الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني هي مسيرات منفصلة يا أحمد أم ستلتئم بعيدا عن فكرة أن يكون هنالك مسيرة؟ إذا كنت تسمعني يا أحمد، هل ستلتئم هذه المسيرات؟ وبالتالي أن يكون هنا هذه المسيرات سوف تلتزم كل منطقة لوحدها في هذه المسيرات، لن يكون هنالك مسيرة واحدة إلا بعد عدة أيام سوف يكون هنالك مسيرة في الكنيسة الإسرائيلية. معنا أيضا جمال زحالقة عضو الكنيسة العربية. أستاذ جمال، لماذا رأيتم أن يكون هنالك وقفات متنوعة في كل من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني وليس مسيرة واحدة مركزية؟ لا، هناك مسيرة واحدة مركزية، مسيرات مركزيات، ولكن نحن اليوم بدأنا التحرك في تظاهرات في عشرات المواقع، ويوم السبت القادم ستكون هناك مظاهرة قطرية كبرى في تل أبيب سيشارك فيها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، وأستغل هذه الفرصة لأدعو الجميع إلى المشاركة في هذه المظاهرة. أيضا يوم الأربعاء ستكون مسيرة سيارات إلى مدينة القدس، وأيضا هناك قرار بأن يكون هناك إضراب عام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأنا أستغل الفرصة لأدعو أبناء وبنات شعبنا في كل مكان في الداخل والضفة والقدس وغزة والشتات إلى التجند لهذا الإضراب، حتى نقول للعالم أننا شعب واحد لا يقبل القسمة إلا على واحد، وأننا شعب حي يتمسك بحقوقه التاريخية، وأن فلسطين للفلسطينيين مثلما إنجلترا للإنجليز. كيف ترى الأعداد؟ يعني نحن كنا نتوقع أن تكون الأعداد أكبر، سواء هنا أمس في الناصرة كانت صغيرة جدا، ما هو السبب في ذلك؟ هذه تظاهرات تحضيرية للمسيرات الكبرى، ونحن يعني نتوقعنا أن يشارك عشرات ومئات في كل تظاهرة، ولكن سترى العشرات الآلاف في مظاهرة السبت القادم في تل أبيب. أخيرا بخصوص الإضراب العام، هل تتوقع بأنه سوف ينجح؟ كيف يمكن المضي قدما في الإضراب العام؟ ما هي الأهداف منه؟ الإضراب العام لن يعلن خلال أيام، وإنما يعني بعد أسابيع، وسيكون هناك تحضير شامل وكامل له طبعا بمشاركة الجميع. أنا لا أريد أن أستبق الأمور، ولكن سيكون هناك اجتماع مع الفصائل الفلسطينية كلها حتى نقر الإضراب وننطلق بقوة لنقول أن شعب فلسطين حي يرزق، وأن هذه البلاد بلاده، وأنه يرفض بتاتا ما جاء في قانون القومية بأن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي. نحن نقول فلسطين هي وطننا التاريخي، ونحن مستعدون أن نقبل بالمواطنين اليهود كناس متساوين معنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. شكرا لك جمال زحالقة النائب في الكنيسة الإسرائيلية. طبعا هذه الأعداد التي توافدت هنا هم من سكان أم الفحم أو من سكان ما يسمى بوادي عارة، عدد منهم أيضا معنا عضو الكنيسة يوسف جبرين. أستاذ يوسف، أنت ابن هذه المنطقة، ابن هذه الحارة، وين الشباب؟ يعني كلكم معلش مع كل الاحترام كبار بالعمر، أين جيل الشباب في الداخل؟ أولا نحن شباب أيضا، فقد يكون سؤالك صحيح أننا بحاجة لتجنيد يعني جيل من الشباب أكثر، ولكن حاليا الحديث عن يعني تظاهرات محدودة في عدة يعني تقاطعات في البلاد، هذا كله يأتي تمهيد للحدث الأكبر، والحدث الأكبر هو يوم السبت القادم 11/8 في المظاهرة الكبرى آمل في تل أبيب. وبالتالي الآن هو مجهود من القيادة السياسية
يعني تحشيد الجمهور، لتحشيد أيضا الشباب، يعني تسهيل الآن هذه التوعية الجماهيرية لأهمية النشاط الجماهيري. تعال بنا نذكر المشاهدين يوسف جبرين، ما هي رسالتكم؟ إلى ماذا تدعو هذه المظاهرات أو الوقفة؟ نعم، أولا الرسالة الأهم هي رسالة إسقاط هذا القانون، وأننا لا يمكن أن نقبل بأن يتم التعامل معنا لا في القانون ولا بالممارسة كمواطنين من درجة ثانية أو ثالثة. نحن نقول أن هذا وطننا وهذا بيتنا، نحن أصحاب البلاد الأصليين، اللغة العربية هي لغة هذه الأرض، ولذلك سنبقى ندافع عن وجودنا وعن هويتنا وعن كياننا وعن حقوقنا التاريخية. وكما قلت الآن نبدأ سلسلة من الإجراءات الجماهيرية، نريد للجمهور أن ينضم إلينا أكثر وأكثر، وأنا متفائل أنه مع استمرار هذه النشاط الاحتجاجية سنرى يعني الألوف تنضم إلى هذه النشاطات وسنرى مزيد من الشباب أيضا. شكرا لك يوسف جبرين عضو الكنيسة العربي. نحن إذن هنا نذكر مرة أخرى مشاهدينا بأن هنالك عدة وقفات بالتزامن الساعة 5 في قرابة 7 مناطق متفرقة في الداخل الفلسطيني الشمال وأيضا في منطقة المثلث حيث نحن وأيضا في منطقة النقب. الرسالة واضحة، فليتم إسقاط قانون القومية الذي تم فرضه على الجماهير العربية، وبالتالي اعتبار ذلك إجراء عنصريا من قبل الحكومة الإسرائيلية ابتداء والكنيسة الإسرائيلية مرورا والمؤسسات الإسرائيلية التي عملية بدأت تمارس مثل هذا القانون. أريد أن أذكر أخيرا بأنه في مثل هذا اليوم قبل 13 عاما كان هنالك مجزرة شفا عمر، وهي بلدة ليست مدينة ليست بعيدة من هنا قرب حيفا. قبل 13 عاما أطلق جندي إسرائيلي نتان زادة النار على قرابة 18 فلسطينيا، قتل منهم 4، ومن بعد ذلك قام أهالي القرية بقتله، ولكن كل من شارك في قتل هذا الجندي القاتل تم سجنه في السجن. 7 من شبان شفا عمر تم اعتقالهم، وهذا الميقات ألا وهو 4 أغسطس يذكر الفلسطينيين بأن العنصرية ليست وليدة اليوم، وإنما هي وليدة اللحظة الأولى التي ولدت فيها دولة إسرائيل وما حدث في عام 2005 مع نتان زادة. نعم. يذكر أولئك بأن ما حدث في شفا عمر يمكن أن يحدث أيضا في مناطق أخرى، وذلك كما قال لي الأهالي هنا. للتذكرة وللتاريخ يا أحمد ما تقوله، وعلى أي حال نحن في الانتظار معك يوم السبت القادم في المسيرة الأكبر. شكرا جزيلا أحمد البوديري مراسل الغد، وأعود إليك كلما جد جديد.